بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بيك، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن ايمن، وكل سنه وحضراتكم جميعا بخير، ويا رب دايما كده رمضان كريم عليكم وعلى الامه الاسلاميه والعربيه بكل خير وسلام. مبروك النادي الاهلي طبعا في البدايه، مبروك للاعبين والجهاز الفني والاداري، وحظ اوفر لنادي الهلال. كابتن ايمن، خلينا نتكلم في البدايه عن الحكم جاني السكازوي، حكم زامبي، وهو يعني وصل لمرحله من المراحل الكبيره جدا من الخبرات، حكم كاس عالم الانديه وحكم نهائي بطوله الامم الافريقيه. كان في بعض التخوف منه النهارده، ولكن ما زال حتى الان يعني لم يوفر الحمايه. هو مرشح كاس العالم كده، اخطاء تحكيميه موجوده، ما زالت موجوده في عدم وجود تقنيه الفار. خلينا نروح للحالات يا كابتن احمد ونشوف. الحالة الأولى عندي ليها يمكن أربع صور نشوفهم الأول. هذه الحالة أحمد عبد القادر، يعني أنا جايب اللقطة ديت الأول نشوف ليه الحكم ما حسبش هذه الحالة ركلة جزاء، ركلة جزاء صحيحة مليون في المية، وده شرح تحكيم الحكام يا كابتن أيمن. كابتن بلال، بنقول في الحالات ديت من فضلك لو سمحت تعالى يمين أو شمال عشان تشوف التفاصيل. وقفته غلط، هو وقفته غلط، وكمان اللاعب كمان حجب الرؤية، الهلال راح عامل بلوك عليه. مظبوط، ما شافش اللقطه. نشوف هنا هذا اللاعب، والله ما ايه يا كابتن، لا جاي والله يا كابتن شريف. اصبر. هذه الحاله في عدم وجود تقنيه الفار، حاجه من الاثنين، يا المساعد تتدخل بالقرار، يا انت يا حكم تتصرف وتيجي يمين شويه. مزبوط. او شمال شويه عشان تشوف التفاصيل. طبعا ركله جزاء صحيحه مليون في المية في عدم وجود تقنيه الفار. اللقطه الثانيه هنا نشوف بكل الصور اللي موجوده، هي ركله جزاء طبعا ما فيش فيها كلام، سهله جدا جدا، ولكن نتيجه سوء التمركز دي الحكم في هذه الحاله لم يحتسب هذه الحاله ركله جزاء. شوف هنا العرقله موجوده واضحه جدا جدا، ولكن هو تمركز الحكم ما كانش جيد لاحتساب المخالفه. اذا هنا ركله جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي، وركله جزاء واضحه جدا وسهله. الحاله دي حاله مهمه جدا جدا كابتن علاء، وانا جايبها يعني مصر ان انا اجيبها ليه؟ عشان نفرق ما بين المهاجمه بتهور والمهاجمه باستخدام القوه المفرطه او القوه المفرطه او الوحشيه. الحاله دي بنجيبها للحكام في حاجه اسمها حاله الفيديو تيست، اختبار بنجيبها له لايف وبنقول له خد قرارك كحكم وانت قاعد، هل هذه تستحق البطاقه الحمراء ام تستحق البطاقه الصفراء؟ طيب انا بشوف النهارده في جزء من قدم اليو ديانج على الارض، خلي بالك، وده الفرق اللي انا يعني هي شعره ما بين الاصفر والاحمر. ايوه، ايه اللي خلاها اصفر يا كابتن بلال؟ هنا في جزء من قدم هنا ديانج على الارض، والجزء الثاني في لاعب نادي الهلال. هنا القوه قلت. ايوه، والسرعه قلت نتيجه ان القدم من تحت نزلت على الارض. ولكن الفرق هنا لو هي راحت مباشره يا كابتن عاليه وما يكونش الجزء ده على الارض كنا اتكلمنا فيه بطاقه حمراء. ولكن هذه حاله بنقول عليها حاله مهاجمه بقدم، طبقا للقانون هي بطاقه صفراء وليست بطاقه حمراء، ولكن للاسف الحكم لم يشهر البطاقه الصفراء حتى في هذه الحاله. الشيء بالشيء يذكر، نروح للحاله اللي جايه ونشوف هذه الحاله. بنقول هنا التعمد، احنا قلنا يا جماعه لما يكون اليد في وضع طبيعي، هنا لاعب نادي الاهلي هنا الايد مضمومه ومش خارجه، مش واخده حيز، والكره تصطدم باليد، ولكن هنا الحكم كان ليه قرار اخر في احتساب مخالفه، كان من الممكن ان هي تيجي للاعب نادي الاهلي ويعمل هجمه، طبعا مخالفه مش موجوده والقرار غير صحيح لحكم المباراه. الحاله اللي بعد كده نفس الشيء كابتن ميلاد، كابتن شريف، كابتن عادل، كابتن علاء، نفس الشيء. قلنا هنا ايه؟ البعض كان يتخيل ان هنا في بطاقه حمراء. تاني هرجع عشان ما اغيرش كلامي، قلنا في جزء من القدم على الارض والجزء فوق. أي. انما لو هنا كل القدم رايحه فوق، ده الفرق ما بين الاحمر والاصفر. والاحمر صح، نفس حاله اليو ديانج. هنا بطاقه صفراء بنقول عليها ايضا لم تشهر لهذا اللاعب، اختلاف المعايير في الحكم في احتساب المخالفات والعقوبات الانضباطيه. نروح للحاله اللي بعد كده، حاله من الحالات اعتقد هي صعبه جدا جدا الحكم. صعبه شويه، صعبه صح، وحتى يعني اللاعب احيانا ما يديش الحكم ايحاء بان انا في مخالفه. مظبوط، وقام بسرعه وجري وبتاع. صح. هنا لكن هنا لما بنيجي نتكلم ان انا كلاعب مهاجم بلال وحطيت جسمي، قلنا طالما حطيت جسمك اي لمسه، مظبوط، بقول اهو اي لمس هتاخد مخالفه ركله جزاء. صح، شايف ان هنا اللاعب نادي الاهلي حط جسمه كويس قوي،
ما كانش عنده فرصه للاعب دي ان هو يدفع حتى لو دفع بسيط في هذه الحاله. بنقول هناك ركله جزاء لم تحتسب ايضا، وكان دور المساعد مش موجود وتقنيه الفيديو مش موجود. باختصار كابتن بلال بنقول ان النادي الاهلي احيانا يصحح اخطاء التحكيم، ولكن سكازو النهارده لم يعطينا القناعات. دايما يحيرنا كابتن بلال كابتن عادل، تقعد تتفرج كده تتفاجئ بيه حاجات كده يعني مش موجوده في التحكيم، ولكن الحمد لله النادي الاهلي صعد باذن الله. يعني من وجهه نظرك ما يستحقش يروح كاس العالم؟ والله يا كابتن انا مش عايز اقول كده، ولكن يعني هذا الحكم بالكم الكبير من الخبرات دي يعني ما ينفعش ان في اخطاء زي دي تعدي منك في هذه المباراه، ولكن النادي الاهلي دايما يصحح اخطاء التحكيم. صحيح، وزي ما اقول النتيجه دايما لما تكون مكسب الاخطاء لم تكن مؤثره في المباراه. كابتن عادل نتمنى طبعا للنادي الاهلي التوفيق في المباراه القادمه، وكل سنه والشعب المصري دايما بخير وامن وسلام. بصحه وسلامه يا كابتن. شكرا جزيلا لكابتن التحكيم المتميز دائما كابتن نصر عباس، امتعتنا يا كابتن. شكرك يا كابتن. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه استوديو التحليل لمباراه الاهلي والهلال السوداني في ختام دور المجموعات دوري ابطال افريقيا، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0 وتاهله لدور الثمانيه. ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي الفتره القادمه، ان شاء الله فتره قادمه مضغوطه جدا جدا جدا، وزي ما قالوا الكباتن احنا بندور الفتره اللي جايه على عدم الاصابات ان شاء الله والفوز باذن الله رب العالمين الفتره القادمه بغض النظر بعض الاحيان عن الاداء. حابب اشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم الف شكر يا كابتن شرفتنا. الف شكر كابتن ايمن، كل سنه وانت طيبين يا كابتن، وعقبال كل فوز باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن علي الرحمن شرفتنا، كابتن طيبين ومبروك يا كابتن. الله يبارك فيك كابتن. كابتن علي ميهوب الف شكر يا كابتن شرفتنا. شكرك يا ايمن، كل سنه وانت طيبين والحمد لله بالتاهل. الحمد لله الحمد لله ربنا. كابتن احمد بلال هداف الف مبروك كابتن. ربنا يخليك كابتن ايمن، كل سنه وانتم طيبين ومبروك للنادي الاهلي الصعود بتاعه. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق